تعالوا بقى نعمل مع بعض عيش لطيف جدا، عيش هندي اللي هو عيش النان. ده عيش لطيف جدا ومنكه وسهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه. علشان نعمل العيش محتاجين كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص معلقه بيكنج صودا، معلقه سكر، نص معلقه ملح، معلقتين كبار زيت، معلقه كبيره زبادي، ميه حسب ما هنحتاج. وبعد كده للوش عندنا زبده، واللي عايز يستخدم زيت ممكن يستخدم زيت. عندنا ثوم مفروم، عندنا ريحان، زعتر، وروزماري. طيب هو هنا في روزماري بس او انتوا حاطين الزعتر والروزماري على بعض؟ مش عارف، ما علينا. طيب هناخد الزبدة على النار، بسم الله، حطها هنا على النار. هنحط معاها شوية زيت بساط قوي عشان الزبدة ما تتحرقش. هنحط معاها الثوم والاعشاب. انا هستخدم ادي اهو الثوم، رشة ملح، رشة فلفل، والريحان، والروزماري، والزعتر على بعض اهو ناشفين مش فريش. وهرفعهم من على النار يا دوبك كده، اشم ريحتهم وارفعهم من على النار على طول. بعدين احط هنا المقادير الجافة كلها، ادي الدقيق، السكر، بيكنج صودا، بيكنج باودر، ملح، وبعدين اخلطهم مع بعض، انزل الزيت، اخلطهم، انزل الزبادي، اخلطهم، وبعدين ابتدي انزل المية بالتدريج لحد ما العجينة تلم معايا. اللي عنده عجان يستخدم عجان، اللي ما عندوش الموضوع سهل وبسيط، ودي عجينة بسيطة حتى ما بتخمرش ولا حاجة. اول ما تلم معايا العجينة كده يبقى بوقف السائل اللي هو المية، وابتدي ادخل العجينة في بعضها، اعجنها كويس جدا بحيث ان انا ما يبقاش عندي عجينة مشققة، يبقى عندي عجينة ناعمة. تمام، ده بياخد في العجان 10 دقايق، وياخد يدوي من ربع ساعة لتلت ساعة. بعدين بغطيها واشيلها ترتاح 10 دقايق، لان هي ما فيهاش خميرة، يدوبك بترتاح. بعد ال10 دقايق دول بجيبها وابتدي اقطعها قطع صغيرة حسب انا عايزة رغيف العيش قد ايه. وبعدين بعد التقطيع برجع تاني اسيبها ترتاح. نحاول نخليهم قد بعض، ممكن نستخدم ميزان كمان لو حبيته، ونسيبها، نسيب الكرات دي اللي هنعمل بيها الرغيفة بتاعة العيش ترتاح. وبعدين نبتدي ناخد الكرات اللي احنا مريحينها ونبتدي نفردها الحجم اللي انتوا عايزينه، يعني حسب انتوا عايزين رغيف العيش قد ايه. وبعدين اخد رغيف العيش ده على الطاسة اللي انا مسخناها كويس جدا جدا جدا. هجيب خليط الزبدة مع الاعشاب والثوم، هاخد منه مسحة هنا، هحط رغيف العيش وهنزل عليه بالزبدة المنكهة لحد ما يستوي من الناحية الأولانية، وأقوم قلباه على الناحية التانية، وهديله برضو التنكيهة بتاعة الزبدة. الله، حجم وسمك العيش براحتكم تماما.
كل واحد يعمل الحجم والسمك اللي هو عايزه، واخد رغيف العيش وافرد الرغيف اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو الحجم والسمك اللي انتوا حابينه. والشكل اللي انتوا عايزينه كمان، ممكن يبقى مدور، ممكن يبقى بيضاوي، يبقى مستطيل، زي ما انتوا عايزينه. اخده على الطاسة السخنة ونكه الرغيف بتاعنا. نار عالية جدا جدا، يعني الطاسة درجة حرارتها عالية جدا جدا، ولانه رفيع ما بياخدش وقت خالص. ونكه تاني بالزبدة. وارفع من على النار. فهمتوا الفكرة؟ العجينة دي بقى ممكن تقعد معانا في التلاجة اسبوع. كل يوم ناخد منها عدد الرغيفة اللي احنا حابينه، واخدين بالكم؟ نسويه في ثواني وقت الاكل كده طازة بطازة. والعيش نفسه لو سويناه ممكن نشيله في الفريزر متكيس كويس ونطلعه على الاكل على طول، يعني بيبقى لطيف قوي.